كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت بي قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بسم الله للأذان. استغفر. وليد شوف سرور. أقيم الصلاة. إيه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هل يهدي إلا من خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه مما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظه، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، وفقني واسلم لي ذي الجلال والإكرام. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، وفقني واسلم لي ذي الجلال والإكرام. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، وفقني واسلم لي ذي الجلال والإكرام. اللهم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ارحمني برحمتك. اللهم اغفر لي ولي أبي ولأمي ولجميع المسلمين رب العالمين. اللهم متعهم بالصحة والعافية. اللهم متعهم بالصحة والعافية. اللهم متعهم بالصحة والعافية. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احشرهم مع زمرة الصالحين يا رب العالمين. اللهم احشرهم مع الصالحين والأنبياء. اللهم ارزقني وإياهم الفردوس الأعلى من الجنة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انبت ابنتي بنبات حسن يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انبتها نبات حسن يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انبت ابنتي نبات حسن يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلها من حفظة كتاب الله. اللهم اجعلها من حفظة كتاب الله. اللهم اجعلها من حفظة كتاب الله. اللهم ارزقنا تاج الوقار يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلها ممن يلبسون نتاج الوقار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوب إخواني يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب إخواني يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب جلال الإكرام. اللهم ألف بين قلوب إخواني يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم نسألك إخلاصه في القول والعمل يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة، ولا حول لي ولا قوة إلا بك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أبنير.
بكره احنا صح الطبخ. عن شنو الطبخه؟ ما اعطونا خيارات، ما ادري. لو صار الاختيار ارجوك حاوشني. احس انها ايش اسمه، احس انها مرق بكره قدام كذا كذا عند حساب مدير. ليش مرق؟ سهل، اهم شيء ما يكون محشي. محشي اسهل شيء عندي انا، مش طبخت ذاك اليوم حصلنا علامه حلوه بعد، بس قلق ما اعرف احفر الكوسه. نوزع مهام سهله، بس بنشوف نشوف. ترى ما اعرف حتى قرش، عشان كذا اقول لك انا كرهت. سهله، اهم شيء ما في اكله بحريه، ما نبي. لا بحري ما نبي. مع ان انت اكثر اكلكم في البحرين بحري صح؟ ايه. ورخيص عندكم السمك؟ اغرم الدجاج. اغرم الدجاج. ايه زين يعني. لان مواسم. لا اليوم 60. اليوم 60 لازم العصر تروح تاخذ القزازه تكسرها انت. ايش اسوي؟ اكسر قزازه. اليوم نكسر زياد؟ 60. ما يقول لك تكسرها كل شهر؟ تاخذ درجاتك. ما عاد يهمني الزجاج. عباي ذاك اليوم انه بيطلع نقاط الطلاب اللي في ايش اسمه؟ اي ما هو شيء. طلع الخصم كم وهذا كم؟ هي نفس الأولى بتكون، بس إنه دبل 50% أو 100%. زين تاريخ 60 يتحكى عن الشهر الجاي ولا الشهر اللي قبل كم كان؟ اللي قبل. يعني كانت الصلاة بكذا، هذه بكذا، كذي ها؟ ايه. هذا الشهر المفروض انه الجاي يعني، عشان تعطيك حافز. تحس بالألم، عرفت؟ ما احس انه. كذي تحس بالألم؟ ايه. وانت اعتقد الحفل بيكون هنا لوكيشن بلس؟ حفل شنو؟ الختان. ما ادري والله. بلس عشان يا أن بذرنا تبذير في البرنامج. حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تبي همبا؟ شكلي باخذ معك قطعة صغيرة. ها؟ شكلي باخذ معك قطعة صغيرة همبا. شكلي باخذ معك جزء صغير. تعال حياك.
فعليك إياكم. بس دحين الكمبيوتر شغال صح ولا انا وراني توصل لي اشوفه كان اللمبه شغاله ما يخرب؟ لا اخي متذكر ولا شيء خاف يحتر ولا شيء ابن الحمام. هاي ازين الثياب والله احسن من البدلات. ما عاد ابغى البس بدلات انا يا اخي حار البدلات احس. خير هذه يا اخي اذا البس احس اني مو لابس وانا شلون فوضى. ما احس اني لابس فوضى. ايش قاعد ترجع لي انت يعني؟ لا والله انك صادق. يا اخي هذا اللي عجبني في الخليج. لما تسافر لدوله تلبس ثوب. لما تسافر اوروبا تتوهق. تلبس لبس لازم بدله ولا كذا تطلع شكلك كانك هندي. زاد ما شاء الله عليك البدلات عليك حلوه ترى على فكره. انا؟ اي نعم. بدلات؟ اي والله لكن لابس البدله السوداء دي كانك فخم طالع. البدله اللي كني هندي. لا حرام عليك. لا والله زين يقول او تركي. يقول انك يعني حب قطورات وكذا بالعكس والله شكلك فخم. انا اللي بلبس استغفر الله العظيم شكلي كيف يطلع. نجرب. قلت لك انفضل لدي. ازين الالم امس الشيخ يوم كان يشرح عن الصلاه هني وانا قاعد طالع من هني لانه ما كان في وقتها كنا محضرين كم شغله نقرا وياه. مو انا طالع الشيخ الكشاف ذاك في عيني. ما هو شاف ايه الكشاف هذا جاي. بحني. انا سالته سؤال غريب. صدق قلت له؟ قلت له يا شيخ انا مره دخلت في صلاه وكنت رحقت الركعه الثانيه. زين. انا يعني من مأمومين. و يعني اصلا العشاء المفروض اني كم تصلي ركعه؟ اربع ركعات تاخذي ركعه. تفاجات ان الامام أخطأ وزاد خامسة. حلو فهمت فهم. فهل أنا أقضي ولا تكون بس الأربعة اللي أتميتها كانت كبيرة؟ إيه نعم اللي غلط غلط هذا في حساب لا قاعد تقضي. قال لا ما تقضي. والله إن شاء الله من وين جبت السؤال أنت؟ قوي ها. بس يقول سؤال صعب جدا يقول في اختلاف كبير كان فيه. يقول ان الركعه ذي تصير فاسده للامام وصالحه لك. اي صح بتروح تقضي انت خمس ركعات تعال هذه بعد ما يبي لها كلام. ما ينفع. صلاه الظهر اربع ركعات تروح صلي خمس ايش له؟ اي قول ايش ترفع لك خلاص انت لو هو غلط خلاص حسبتك. ارفع علومك. بس اسجد سجود سامع تابع. ما هي فعلا صارت لي مره. بتوهك ايش تسوي؟ اصلي ما اصلي صراحة صليت ركعة ما في ادري والله. يلا انا يوم شو اسمه يوم اغلط ساعات في الصلاة كاني اول مرة اصلي. هاك بسم الله حلوة فنانة فنانة. هاك بسم الله بسم الله. قلت بيقول لي لا. لا يا رجل ما ردك يا ما رد اللئيم الا اللئيم. لا رد ردني ارجوك ردني كنت كانت في خاطري الحين يمكن صدق صدق عوار بطن شيء الكريم. كان في منصور يقول كانها راسي يا اخي. عشان تطقطق علي كانها راسي. كانها راسي يقول؟ تعال كل المانجا هذه همبا ليش كانها راسك يا سعد تعال. ايش جاب هذا الخد والجمال والخدود الحمر اي أيوة والله الى هذا الوجه المنور وجه الفيش وجه الفيش انه هو ابراهيم. تعال يا فيصل الفيش لما فكر طلع او ابراهيم كذا كيف يطلع هذا الانسان كذا. الاسبوع هذا بيكون قوي متوقع انا مين اللي بيطلع؟ انت متوقع؟ شلون؟ قبل الام صار؟ الا اذا كان في الماسات تغير الموضوع. حمد الله هم واحد منهم بيطلع لازم. قلت له انا قبل لا يروح.
هاي رده سالم ان شاء الله. والله مغبون على السؤال اللي شو اسمه سأله شو اسمه والله مو بيدي سبحان الله. شو سؤال كان كنز من كنوز الجنة نحو قلت لبلا صرفت أنا ما شوفت أرفع إيدي أشرك بعيد كده هني كنت نتمشى والله العظيم أنا دي كنت تحط مشاركة يعني أنا الخصم الخامس اللي يصير علي الخصم الرابع قصدي كل يوم كل ما جاني قوة أدم خصم يعني هو في خصم عليك؟ إي أمس خصم أبو كاتم علي 1000 لأن علي الحين 300 70 30 من قوتك؟ صالح هذا مزل خصم وفي تأخر في الصلاة وفي خلال يا اخي اخذه ونصحه جره معك والله جاني امبارح قاعد معي كان هو جاني بنفسه اعتذر اشرب ما بقول لك لا 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 والله ماني في الدبس ماني في هذا التوت يعني سو كات الماء المرت الله يهينك بس بطل الماي نغه اوه بارد ما شاء الله بسم الله نلعب باقي نتغشمر بسم الله مره اوه بتغسل اسمع هذا صب تعرف تذكرني بشنو بقول لك الحين البحر لا لا عزايم قبل بس صدق عندكم عزايم ذبايح وكذا زينا لا نعزم العصافير رنك ايش فيك شوف كيف تعزمون بعضكم انتم في نفس المكان شو المناسبه انه في سفر واحد مسافر والله الو وينك في الرفاع تعال معزم على مناسبه لازم بعد المسافه يعني نفس المكان يا اخي بيت اخوك عندك لا صدق والله بفكر فيه الحين كيف تعزمون بعض انت تقول نفس المكان يا اخي مو نعزم يكون فيه زواجات ممكن هذه اوكي نصب ملك على قولتهم مولود بسيطة بس يعني قصدي عزايم الثانية يعني العادية والله عندنا يوم نطلع طلعة زي كذا ما فيها عندكم يا اخي نطلع السعودية يا اخي انت وراك مستهتر في الموضوع شوفها ترى ما يردك الا لسانك لا والله ماني مستهتر ترى فكرة طلعتني وظيفة في البحرين ارفض ولا اقول إيه؟ لا لا تي لا تي ازعجك كل يوم سنة اسكن عندك في المسجد اي نشبه انت يا اخي قد مكانك واسكت طفي المكيف اي مكيف حق مسجدكم الشيبه استغفر الله العظيم والله بركها من ساعه لا جتنا وظيفه والله في المحكمه مطالبين اللي هم يسمونها تكليف انتداب يصير عندنا وايد سعوديين الحركه هذه عندكم مدرسين بعد وايد درسونا مدرسين سعوديين منطقة طغتهم هم دبل هذه عاد ما انا درست مع سعوديين بس كنت في مدرسة خاصة والله وايد كانوا بس ذو ثقافة وذو كذا ولا بعضهم لغة عربية إسلاميات أكثر شيء إسلاميات رياضيات أذكر في مشرفين أيوة في واحد اسمه الدكتور علي الأسمري أوه من ربع مصر القرن ما بين القرن إلا 40 كيلو شخص عجيب كان مسؤول علي بس ممتاز عزمني اخر مره في البر بحرين في البر في البحرين على حصول على رساله الدكتوره على درجه الدكتوره انا وانا مع اني طلعت مدرسه ثانيه بس ما نسيت
وتحب التدريس هذا الان؟ اوه طبعا متعة. انا والله ما احب. بس انت لو واحد من الطلاب عندي اشطك في عاصة كل يوم اصبح فيك ومسي. انا درست سنتين ترى اهلي في الرياض هنا. الغريب في الامر المدرسة اللي درستها درست فيها جتنا في هنا، جنا يوم من الايام ضيوف اطفال. فلما سألت ذكر يوم ايه لما سألت الطلاب المدرسة انا مثلا هذا غريب درست فيها فدرس صراحة سنتين ثانوي ثم درس متوسط. والله انبسطت مع الطلاب كذا بس اني حسيت انه يعني مقارنة بالوظيفة اللي انا فيها الان الحين اريح. متعبها؟ اي الحين انا مرتاح مرة والله اني اقرا جرايد. خليني اعطيك ميزة عين اشوف جوال اشوف ايباد اشوف كمبيوتر. اول في مدرسة ما اسمع الميزة. تفضل. اودي اطلع برا جو حلو. لا والله حر تكفى سموم. في اليوم كامل عندنا 7 حصص يوميا ندرس 3 حصص ثلاث عندكم بس حبيبي ان ننظم على 4-5 اسمع ايه كرف ويوم كرف. واحد 4 حصص اي بروح هناك ايه فهمت علي الحين؟ فهمت عليك الحين. زين ادرس 3 حصص قول احضر دروسي حصة واحدة حق 3 حصص اوه تعيد وطول اليوم قاعد ما عندي شيء زي الكاسيكو تعيد الدرس ايه وطول اليوم قاعد لا احضر درس من ناحية انه كمسؤولية عليك. هلا ابو سالم يا مرحا زين تحضر الدروس عشان تكتبها بس في الملف التحضير وهذا وحين سويتها الكترونية يعني مجرد غير التاريخ يشوف المدير ويعطيك عليها درجات مو درجات اشياء هذه انه متابعة العمل يعني تعتبر متابعة وافضل فرصة عندنا متى ايام الاختبارات خصوصا نهاية السنة. نهاية السنة تخيل نداوم المدرسة شهر كامل ما عندنا لا شغل ولا مشغل بس قاعدين ترى زي هنا هنا اسبوعين يداومون عودة المدرسين اسبوعين قاعدين رد ونهاية المدرسة اسبوعين نفس النظام. في ساعات تصير شغل في ساعات شغل اوراق وكذي حق الفصل السنة الجاية بس انا اعتبرها فاضيين يعني ما مو ذاك الكيرف. بس عندكم بصمة صح؟ بصمة احنا بس مطبقوها على الاقل عندنا مش عارف. ثانيا تروح تدرس حصة في الصف وترجع ما عندك شيء ما اقدر اكلمك. ساعات تصير حصص تأمين كذي بس هذه مريحة غير يعني اقوى شيء فيها عطلة الربيع تقريبا اسبوعين وعطلة الصيف 2.5 شهر تستلم راتبك وانت قاعد. طيب تعال تقول لي كم حصة في اليوم تدرس؟ 3 والله متعة كذا. متعة؟ متى تروح تاخذ حصص تطوعيه تروح تاخذ الطلاب على جنب تطلع فيهم رحله تروح تسوي لهم استكشاف تروح تبني معاهم شغله. انا كرهت المدرسه لاني مره يوم من الايام هنا في مدرسه اهليه حطوني 6 حصص في يوم واحد كرهت نفسي. طلاب طبعا كلنا كلينا هذه بس تحكي عن معلم ما اصل 7 ومره 5 من اصل 7 سعد سعد تتكلم عن مو بس تدريس طلاب قاعد ياخذون علم كذي قاعد يدرسون. احنا كمعلمين مو بس تدريس ندرس في اشغال اداريه في اشغالك انت في عيالك ما تروح ساعه تصير معك ظرف في اشغال وايد ترى تطري عليك. الله يسعدك شكرا. والله انا ترى بالنسبه لي انت تعرف متعتي ما احب اقعد فاضي. اذا صار عندي فضى في الشغل اروح اطلع لابتوبي وانتج فيلم اسوي شغله حق المركز يعني ما احب اقعد فاضي. والله ما شاء الله عندك ما شاء الله عليك. امس انا طلعت مع ابو سعيد مستانس سجلنا الصوت قلت له ايه كذي استغلينا الوقت ما شاء الله تبارك الله. انا درست سنتين زي ما قلت لك وبعدين دخلت في المحكمه. حسيت المحكمه فيها مميزات او قصدي اول وظيفه الحكوميه العاديه غير التدريس. ايش المميزات؟ انه انتهى الساعه الدوام انتهى كل شيء. انت ممكن تشتغل في بيتك للمدرسه تحضر اسئله تحضر شيء. ايه ايه احنا عندنا خلاص انتهى الدوام انتهى الدوام كل شيء ترمي تجيب بكره تكمل ليه ثاني يوم يعني. وعندي بالنسبه لي انا الانجاز ما شاء الله في نفس اليوم انجز اللي في نفس اليوم ما اخلي شيء لبكره. شيء حلو ترى تراكم عليك. اخ الحمد لله الا بسبه مراجعي اذا كان عنده حاجه ناقصه تجيب بكره تعجبها لي يعني فرض نسى ورقه نسى شيء بكره تجيبها لي.
زي كذا. الشيء الثاني اجلس مع المشايخ ودولي انبسط معهم والله كذا اعكس عليهم شوي والله ترى اضحك عليهم واستهبل عليهم يعني ينبسطون. ليش يقول يعني يعني لازم نطلع عن جو العمل اجيب فطور انا مع المدير ترى شو اقول لك حتى اغلب الربع في المدرسه فل شيء مو طبيعي يعني اقول لك شغله شفت مكتبي هناك في المدرسه في طيور في شلال والله الدش الحين عندكم مدرسه عندكم الحين مدارس صح في دراسه ايه؟ يعني الحين في واحد يأمن بدارك مو يأمن طلعت بطريقه ان انا اعتبر فائض فهم فهو كان وجودي من عدمه سواء ثم ارد اروح اخذ معاهم واخفف عليهم يصير تعاون فائض يسمونه. اقول لك المكتب عندي طيور تروح وترد على المعلم الاول المسؤول علي المعلم الثاني وترد مره ثانيه مكانها في القفص فوق راسي شلال ماي زراعه على الدريشه والله شلال لهم بعد هنا ها انت مسوي شلال لهم بعد ايه انت مسوي ايه لا حول ولا قوه والله. وكم لك سنه في نفس المدرسه الحين؟ سنتين ونص. اوه تبغى متعين جديد يعني سنتين ونص في الحكومه. ترى انت تخرجت من الثانويه 2014 دخلت الجامعه في الكويت دخلت 2011 طلعت 2014. طب ليش رحت الكويت ما قادر اروح البحرين صدق ما كان في تخصص؟ اي اهلي هناك اخوي درس هناك اختي العودة درسته هناك يعني نوعا ما ماي سكند كنتري يعني ارتاح فيها عارف كل شيء فيها فاهم وايد وايد ارتاح فيها. وحلوه الكويت؟ حلوه من ناحيه يعني استنست فيها كثير وكذا اي طبعا معارف واصدقاء جدا جدا ودراستها يعني انا كنت ابي ادرس في المدينه بعد كنت وما الله كتب نصيب اغلب الدكاتره اللي درسوني هناك من خريجي جامعه الامام جامعه المدينه جامعه مروين كلها من السعوديه فكان يعني هناك الشيخ سبحان الله انا اعرف يمكن 7 أو 8 مدينه منوره وناس مو في المدينه يعني جو اللي راحوا المدينه الزاميا عشان تدريس او تعيير كذا يذكروا نفس الكلام يقول مدينه منوره راحه نفسيه بشكل طبعا اي طبعا والله راحه مو طبيعيه قبل ما ادري شو الموضوع لا دخل المدينه يقول نرتاح حتى انا اعرف ربعي كانوا معاي تاخروا سنه في الدراسه عشان يجون الثانوي يدرسون هنا في المدينه عشان بعد الثانويه يكملون في الجامعه دايركت ما ينتظرون قبول وهذه كذي النظام. انا استاذنك تكوي لا لان انا تعرف عندي مشكله ما زلت اعاني منها وقلت لك اذا ابو علي طلب هذه خلنا نشوف نختار اغناك الله في الليل يجينا اي ما لا يعني لا تختار لما يكون موجودين لا ما راح اختار ان نرجع زين لان انا اختار الطبخه الاسهل في الوقت واللي اعرف لها انا وانت من جيبان طيب اي ادري ادري طيب امورك طيبه ما عليك حبيبي الله يسعدك يا حلو يا جميل لا. كثر خيرك على المانجا الله يسعدك
يلا حيهم. الله يحييك. سعد. يا هلا. يا مر. شلونك؟ طيب. الله يسعدك. كيف الحال؟ يرضى عليك. فاجأتك بالدخول ولا لا؟ مرحبا مسهلا. الله يرحب بك. السلام عليكم. كيف الحال؟ مرحبا. طيبين ما شاء الله. براد يا رجل. طيب كيف حالك؟ يلا حيهم. الله يرضى عليك. كيف الحال؟ الله يسعدك يا رب. ان شاء الله. طول عمرك ان شاء الله. مر سعد. كلهم طيبين الله يرضى. الله يرضى. شلونك؟ الله يسعدك. الله يطول عمرك. ابو فرح شلونك؟ سكند. طبعا. فيري اولد. اولد. ابو علي الله يرضى عليك. ابو علي حتى هنا مايكك ما تشغله؟ ما عندي مايك. ما عندك مايك؟ اي فعليك. عليك. ما عرفتي. طبعا ننوه المشاهدين الكرام بان تم تاجيل فقره غداكم اليوم لاسباب الصيانه في الهاوس. الهاوس فيه صيانه اشياء حلوه ان شاء الله بتشوفونها مستقبلا في القريب العاجل، ممكن بكره بحول الله نضبط الصيانه ونعود لكم فقره غداكم من بكره بحول الله وقوته. ارحب يا احمد. هو منصدم. منصدم. احمد احمد. ابو فلاح. يلا حي. الله يبقيك. الحمد لله على السلامة. لبيه. يقول يا الله لا تجعل لي عند الناس حاجة. حاجة. ابوي. انا قصدي كنت اسأله بس عن مسألة احنا اللي كان علينا دور المطبخ اليوم. موجود مجموعتكم موجودة؟ مجموعتكم موجودة؟ ايوه. يومكم موجود. الله يحييك. الله يحييك. قاعد قريب. يلا ابو عبد رد الباب معك وتعال. انا اسحبني طيب. معنا عدل. الله موجود يا الله. يلا حي. كيف حال؟ طيب. شنو طيبين؟ الا في خير. اسلم يا ابو سلام. الله يحييني عنكم. سلم. اسلم. يلا عرفت؟ مجموعتكم موجوده. يومكم محفوظ. كل شيء موجود بالجدول. اوكي؟ لكن عشان بالصيانه اليوم تتحملون تطبخون الحين معي؟ اوكي. انا بالنسبه لي ما عندي مشكله واطبخ وانا والشمس جنبي. يا ولد. عبد الله وين الكلام اللي قبل شويه؟ انا لا طيب نجيب المصحف. يلا يلا مشينا. مشينا مشينا ابو فلاح. لا لا شباب نمزح نمزح نمزح. فقره حمام ساونا مو مطبخ. اي والله. يا كيف شفت الجو هناك؟ خاف نروح نطبخ في المطبخ ونطبخ احنا. ترى انا جاي كنت نايم في السياره عرفتوا؟ جاي تقريبا على الساعه 12. والله غلطان ما سويت. وكنت نايم. ها؟ لا كنت نايم في السياره. شلون نايم وانا جاي؟ يعني هم جايين بس وانا عندهم جاي عند الباب. رقدت بالسيارة. وصلت هنا رقدت. رقدت بالسيارة. وانا راقد طال عمرك والله كنت في حلم. جعل احلامكم كلها سعيدة. والله العظيم ما شفت الا ابو علي. جو 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 والتفت الا ابو علي. يعني فوق ابو علي انا خرجت فوق الا ابو علي. غلطة. لو داري كان صورته كيف كان نايم وكان وريته المشاهدين. والله نمت نومة. والله هذه حقت هاشتاج ابو علي تكفى. والله يا العظيم نايم النوم ما هي طبيعيه. بعدين كيف نايم؟ عرفت ناطر الرجل الثاني وبعد كيف منفرد. كل عضو في مسوي حركه. شو بسويها؟ مسوي حركه يا راجل. النظاره هنا عارف اسوي كذا من قوه النوم. وانا غلطت والله اني ما صورته ابو علي. صحيت سوى صحيته شو عندك؟ ايش في؟ قلت له مطبخ. ايش بنا؟ قوم اقول لك ايش بنا؟ يدور مكيف. لا يدور والله ما لوم عليك. والله انك دخلت مكيف. والله انا اشهد. يعني ما شاء الله المكيف وانا جاي رجيب. والله العظيم ما اكو شيء يصحيني. عيون القطط. والله ما يصحيني الا هي. ما رقدت امس. وش يا رجال؟ هو ارهاق في ارهاق. جاي من سفر وجاي على هنا وطلع امس وما محمد. والله جاي من حتى امس يا اخي مباراه فاتتني يا ولد. والله فاتتني امس. فاتتك تبشر بالعوض. يمديك تشوف الاعاده. لا يمديك تشوف الاقوال. يمديك تشوف الاهداف. يا اخي فريقنا ما يحتاج نشوف مبارياته. يفوز دائما يا اخي. الحمد لله امورنا طيبه. سعد الحين شفتك امس بعد الخصم. يمين بالله ابو بغط. شفتك جالس في كرسي الاسترخاء. شفتوا خصمنا 30% على الرجال. انا على طول يعني عيني سوت فوكس على سعد. يا وش قصه الادمي هذا؟ هذا ايش هذا؟ والله مشكله. اسمع ولا يوم جاب ابو سعد ما يخصم. انا يوم قال كذا نزلت حشك. لا زاد فيه زاد. حطيت اقوى شيء سعد. امانه وش شعورك البارح يوم صك بصالح القحطاني خصم وجت الخصومات؟ ما عاد فيها متعودي يا رجال. هنا جوالين قد مسكت وانا معهم. واضح يقصدك. يقصدك انت. جاك تبسمك يا ابوي. ماذا باسمك؟
والله ما ادري اسمك قلت لي جوال وانا في خصم وانا في خصم شهر وانا في خصم في خصم سبحان الله يا اخي ربي انت ذا النمني ما اطلع فيه يا ساتر ما ادري وش انا اسوي وانا دافور هالدرجه ولا شيء وجه القبله ادعي يا ولد والله العظيم يا ولد والله حتى امس في العالم كلهم منشن شوف سعد شوف سعد شوف رياكشن امس سعد رياكشن والله العظيم هذا اللي ما اشتمه مضبوط ان شاء الله شباب اخويا كلهم ايش كانت اليوم طبختنا عند محمود وش محمود ابو فلاح ايش طبخت اليوم فصولي لحم فصولي لحم نعم يا ساتر وانا عندي وتبوله وعيش سرايا تبوله عند الاستاذ سعد وعيش سرايا عند الشيف عبد الله الشهراني المبدع اللي جاينا من بيروت اليوم ماخذ الطبخ الصعبه الاستاذ عبد الله الشهراني من بيروت اللي يومين جاي من بيروت جلس معانا كم جلسه ايوه عشان اكلتك اكلكت مو اقصد عشان فقره المطبخ ايوه حلو وداخل يسوي التبوله ويطلع يعني بس يسوي اللمسات ويمشي اسف في عيش السرايا منو جاي من بيروت التبوله استاذ عبد الله الشهراني انا اللي جاي من بيروت واضح واضح كنت بيروت كتاب واضح بنا كنت بيروت شفت عيال عمك عنا هناك قالوا سلمنا على ابو علي شفت خوالي هذا سوري ها هذا خوالي ما شفت يتكلم كذا قلت خليني اشبك معهم خوالي خوالك وكلهم خوالك جماعتك قلب سوري خالي فادي خالك فادي انت خالك فادي خالك فادي جانا صف زامي انت خالك فادي متاكد انت خابر المقطع ذاك توقف قدام المرايه وتقول خالي فادي خابري المقطع ذاك اللي يقول انا اهلي ضيعوني انا ابناني ايه ما بعرفهم بلا جد بتحكي انت بلا ابو علي جانا امس خالك فادي بصف زامل صف زامل صف زامل جانا وين في ساحه ال 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 الصف في الضيعه في الضيعه عنده في الضيعه ضيع والله ضيعنا سوا وجينا لا والله ضيعنا اي والله لعبتوا زامل في الضيعه سلمنا على ابو علي قول له لبى قول له سلمنا عليه سلام كثير قول له لبى خشمه لبى خشمه هذا مو دبنيني لبى خشمه هذا نعرف وينه هذا حاول يحدد المنطقه هذا حاول يحدد حوالينا هذا اطلع اللوكيشن كتب في الجي بي اس لبى خشمه راح حط راه في المكان من خارو لبى ايش؟ من خارو من اخيره من خال هذا حق ايش؟ ها هيك بقوله من بقوله؟ لك شباك خالي خالي ما بقولك خالي هيك خالي ها كيف بيحكي هيك شوف انا كيف عيال انا كيف حسيت انه في عرق لبناني الفرقه الفرقه اي لا اللمعه اللي جايتها من هني فرقه الشعر ورني هني اللمعه استغفر الله عطنا لبناني يا احمد سعود شو ايش؟ شو وحلام عرفتك يا شو حنك مكشور احنا الحين احنا مع اللبنانيين واحنا في جو اللبناني جو التبوله وجو الامور هذه كلها ننتقل نحن وياكم الى فاصل بسيط ونعود اليكم بعد الفاصل